بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منذ ساعات قليلة حدث في مصر حادث قد يكون فاصلا في تاريخها المعاصر، وهو تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن رئاسة مصر. فكان لنا هذا اللقاء السريع مع فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي. فضيلة الشيخ، هل كنتم تتوقعون ما حدث منذ ساعات؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا كما ذكرت أن هذا حدث فاصل في تاريخ مصر، قلت الحديث أو المعاصر، وأنا أظنه حدث لم يسبق له مثيل في تاريخها كلها. أتعجب من تقريب الله للقلوب، أتعجب من قدرته سبحانه وتعالى على تبدل الأحوال. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كما يكون الليل غاية في الظلمة، وبعد ساعات يسطع ضوء النهار وتطلع الشمس، تتبدل الأحوال، يبدل الله سبحانه وتعالى ويقلب القلوب والأبصار والممالك بقدرته سبحانه وتعالى. تقول كنت تتوقع ذلك؟ ما كنت أحلم مثل هذا، ولا في الخيال، ولا في يعني ربما كانت بعض أحلام اليقظة التي يعني ليس يظن الإنسان أنها تتحقق بطريقة أو بأخرى. وإن كنت يعني أتأمل وأتدبر كيف منذ أسابيع قليلة، منذ يوم وفاة الأخ سيد بلال رحمه الله، 5 أسابيع فقط، 35 يوما، كنت أقول للإخوة أليس هناك مرحلة قال فيها موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا؟ وقلت في الخطبة التي كنت في غاية الألم في صبيحة يوم الجنازة، قلت ربنا إنا مغلوبون فانتصر. والله ما كنت أتصور أن تتسارع الأحداث بهذه الطريقة، وما كان يظن ذلك أحد فيما أظن أيضا، لا من كانوا في الملك والسلطان، ولا من حولهم، ولا حتى الناس الذين قاموا بهذه الثورة. ما أظن ذلك، ما كان يظن ذلك أحد، لكن قدرة الله على إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وبحمده، الله المستعان. وإن كنت لا يزال عندي خوف وقلق على مستقبل هذه الأمة، لا ندري كيف يكون المستقبل، نحتاج إلى دعاء كثير، نحتاج إلى تضرع لله سبحانه وتعالى ربما أكثر من ذي قبل، حتى يغير الله عز وجل ما بنا. الآن يبدأ التغيير
يبدأ العمل عن التغيير من داخلنا. لابد أن نتغير بصدق، لابد أن نتغير بإخلاص، لابد أن نتغير إلى العمل بالإسلام والإيمان والإحسان كما شرحناها في المؤتمر السلفي. لابد وأن نغير من أنفسنا، وإلا فالخطر كبير. ونسأل الله عز وجل أن يعافي أمتنا وبلادنا وأن يحفظها آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. يعني إذن ما حدث يجري مع سنن الله تبارك وتعالى الكونية والشرعية من عاقبة الظلم والظالمين أمر لا شك فيه، أمر لا شك فيه. الله سبحانه وتعالى قال سأريكم دار الفاسقين، وقال فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذه عظة لكل متعظ. والله لا أملك أن أجد من نفسي إشفاقا، لا أستطيع أن أكتمه في الحقيقة، وأنا أنظر إلى صورة الضعف والانكسار وأقول ماذا عساه أن يكون حال الواحد منا يوم القيامة إذا كان هذا في الدنيا. وأتذكر قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. لا أملك إلا أني بالفعل مشفق، وما زال باب التوبة مفتوح، ما زال باب التوبة مفتوح. والله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. التوبة باستسماح كل من ظلم وبمحاولة رد ما أمكن من المظالم، هذا هو الذي يرحم الله عز وجل به. طبيعة شخصية ربما فعلا الإنسان الذي تراه منكسرا لا تدري الحالة التي يكون فيها. يعني لا أعلم، أنا ربما ما دعوت على أحد باسمه إلا نادرا، وكان أول يعني مظلمة مباشرة بالحبس والسجن كان في الاعتقال سنة 87، وأنا تركت ذلك، ما أصبحت أدعو على شخص بعينه. وأقول أن كل من مات على التوحيد فهو في حل من أي مظلمة لدي. ولا أدري كيف تكون عاقبة أي إنسان. باب التوبة مفتوح، وهذا الإشفاق، والله إني لأرجو أن يكون يعني سببا، أو أن يكون هذا الإشفاق رغبة في أن يتوب الله سبحانه وتعالى على من ظلم وأن يرد حق المظلومين. ولا نستبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن انظروا إلى هذا الكرم، قتلوا أولياءه ثم يدعوهم إلى التوبة. وهذا مؤمن آل ياسين قتله قومه وظل ناصحا لهم. قال بعد أن قتل ومات يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أنا أعلم أن هذا سيكون مصادما لمشاعر الكثيرين، ولكن أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أملك هذا الشعور عندي، وأنا أنظر إلى الصورة المنكسرة
التي يعني لا يتمناها أحد لأحد أبدا مع كبر السن والضعف. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون، يعني حين يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مخافة أن تدركه الرحمة، أجد فيها تعظيما من جبريل عليه السلام ومن محمد صلى الله عليه وسلم لكلمة لا إله إلا الله. وظني أن صدام حسين كان أشد بكثير مما كان عندنا، ومع ذلك يعني قد يكون رزق توبة قبل مماته. كان يمسك المصحف، وكان آخر كلام قاله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نملك إلا أن نفوض الأمور إلى الله، والله سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو، نسأل أن يعفو عنا. بارك الله فيكم. يعني هذه الحالة من الإشفاق رغم ما عانيتم فيه من يعني السجن في كما ذكرتم في 87 وفي 2002 كذلك، ورغم ما ضيق عليكم فيه من الدعوة الله تبارك وتعالى، ففي الفترة السابقة فضيلتكم وبقية المشايخ قد يكون رهن الإقامة الجبرية. حالة الإشفاق هذه وأنت أخطر رجل في مصر وعلى مصر. استغفر الله العظيم وتعالي، والحقيقة اعتبرت 3 مرات، بس في مرة في النص ما حدش حاسس بيها، مرة 5 أيام كانت عندي أشد، كانت 5 أيام صعبة جدا. أنا أتذكر هذه 5 أيام كان في زنزانة اسم المنتزه، كان الهواء النفس الوحيد من كثرة الزحام والسجاير اللي مع غير ما كانش سياسي، والله كان الإخوة ما فيش نفس إلا أن الواحد ينزل على عقب الباب عشان ياخد نفسه، والله العظيم كانت إلى أن يعني وضعونا في مكان آخر حتى تمت 5 أيام. وطبعا أيام الجهاز أطول 20 يوم في الحياة، في حياتي 21 يوم. أسأل الله عز وجل أن يتغير وجه الحياة في مصر وتزول هذه الأيام، ولكن أنا لا أملك ذلك، لا أملك نفسي في هذا الشعور. أنا مهما حدث أشعر بالإشفاق والله، ونسأل أن يرحمنا. الله عز وجل يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والرجل لم يمت، ما أزلت أمامه فرصة مهما فعل من أفعال. سحرة فرعون ظلوا سنين عمرهم كفارا بالله عز وجل يعضدون ملك فرعون، وفي آخر يوم من حياتهم كان يوم توبتهم ويوم إيمانهم. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا، أن يرحمنا. وأعظم ما نعده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمح لي فضيلة الشيخ يعني خاطرة سريعة، هؤلاء الذين كانوا يطبلون ويصفقون بزعم أولياء الأمور، نرى حالهم الآن، وها هو فضيلة الشيخ وهو يعني هو مع يعني إخوانه من علماء الدعوة السلفية في الإسكندرية، يعني قاموا يعني قياما أصلا أن يكون في ميزان حسناتهم بقضية الحكم بغير ما أنزل الله، تبيينها للناس وشرحها. فنرى الفرق البائن بين الموقفين. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يبارك في مشايخنا وأن يمتعنا بعلمهم وأن يحسن خاتمتنا وإياهم. فضيلة الشيخ، في نظر أنا لم أذكر اسما، آمين يا رب. احنا تكلمنا بهذه القضايا، أنا أعلم أنك لماذا تذكر هذا الكلام الآن، تذكره لأجل ألا يزايد أحد على موقفنا، والحمد لله الدروس أنتم تضعون التاريخ فيها، أليس كذلك؟ دروس شرح المنة وشرح فضل غني الحميد
والكلام عليها مسجل في التاريخ الذي كان فيه الحال كما تعلمون. وهذه المسائل تم توضيحها بحمد الله تبارك وتعالى حتى نبين للناس ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وهذا فرض على كل من استأمنه الله عز وجل أمانة في العلم ومن كتابه سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل لهؤلاء الذين انتسبوا إلى هذه يعني الطريقة أن يراجعوا أنفسهم، وأن يكون ذلك يعني سببا لاستغفارهم كثيرا. هل هذا الاختيار لهذا المنهج أو لهذه الطريقة كان نابعا فعلا من بذل الجهد في البحث عن الحق والتزام الكتاب والسنة ومنهج السنة والجماعة، أم كان مجاراة لواقع رغبة في الوصول إلى يعني منزلة أو مساحة يظن البعض أنه ربما تمكن من أن يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول نراجع أنفسنا جميعا، ونراجع أمر الإخلاص والصدق. ومن يزكي نفسه جاهل، ومن يزكي نفسه لا يستحق أن يكون ممن زكاهم الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فنسأل أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل. يعني أنا أعلم أن فضيلتكم يعني مرهق، يعني أعلم ذلك أن فضيلتكم يعني مرهق، ولكن لن نطيل على يعني فضيلتكم. لكن في نظر حضرتك، ما نظر يعني في نظر فضيلتكم ما واجب المرحلة في نظر حضرتكم، في نظر الشيخ ياسر برهامي، ما واجب المرحلة الحالية؟ واجب المرحلة أخذه من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. واجبات المرحلة الحالية: الاجتهاد في الدعاء. نحن وصلنا إلى مرحلة أشبهها بمرحلة سيارة تسير في شبورة شديدة لا يكاد يرى الإنسان أمتارا أمامه، لابد من نظر وتريث وبصيرة. كيف تأتي البصيرة؟ بالثبات على الحق، على المنهج، على الإسلام الصافي النقي مهما كان المخالفون ومهما ذم الناس أو مدحوا، رضوا أم سخطوا، بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى علما وعملا ودعوة وبذلا وتضحية وصبرا على ما يصيب الإنسان في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل، كثرة الصلاة، كثرة تلاوة القرآن، تدبر آيات القرآن، الأذكار المختلفة تدل على عقيدة التوحيد نحافظ عليها، نكثر من الدعاء. الدعاء سلاح عظيم، والله ما كنا نظن أن تكون الاستجابة بهذه السرعة. سبحانك ربي سبحانك، الله عز وجل ينتصر لعباده المؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. نقول نحتاج إلى ذكر ودعاء وتضرع إلى الله عز وجل. نحن في مرحلة ربما تكون أصعب مما مضت، لا ندري ما الله عز وجل فاعل بنا، ولكن إذا صدقنا مع الله وأخلصنا لله وأكثرنا، ازددنا إيمانا وازددنا إسلاما، نزداد إيمانا باليقين بوعد الله وأن هذا البلاء وعد الله لنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا ازددنا إيمانا وإسلاما تسليما
نزداد إيمانا بحب الله عز وجل، بالخوف منه، برجائه، بالتوكل عليه، بحسن الظن به، باليقين بوعده، بالثقة بنصره، بالشكر لنعمه، بالصبر على بلائه، بالإخبات والطمأنينة إليه. نزداد إيمانا بأن نتعلم ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والتفاعل مع كل ركن من أركان هذه الإيمان. ونزداد إسلاما بكثرة الصلاة والصيام والنفقة والزكاة والحج والعمرة لمن تأثر له ذلك. ونزداد التزاما في معاملاتنا بما شرع الله عز وجل بفعل الحلال واجتناب الحرام. عند ذلك يكون الوعد لنا حتى ولو كان في صورة بلية، غزوة الأحزاب من آيات الله سبحانه وتعالى، كان وعدا للمؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعد من الله عز وجل، لأنه منحة. لن تكون هذه الثورة مباركة إلا إذا حصل فيها بركة. البركة الخير، الخير الكثير. الخير إنما هو في طاعة الله عز وجل، الخير الكثير في ترك معصية الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع أن نحكم إلا حين نرى الآثار العملية، الآثار في واقع الحياة، أن الناس ازدادوا قربا من الله، ازدادوا حبا لله، ازدادوا تعظيما لله، ازدادوا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ازدادوا اتباعا له صلى الله عليه وآله وسلم، ازدادوا شفقة على المسلمين وخدمة لهم وحرصا عليهم، بل وللناس عموما. المؤمن ناصح لقومه، وأنا لكم ناصح من حتى ولو كانوا كفارا، ننصح لهم حتى ولو كانوا غير مسلمين، حتى لو كانوا على غير ملة الإسلام. من كان ناصحا لعباد الله يحبه الله، الله كما ذكرت مدح مؤمن آل ياسين، لأنه نصح لقومه حتى بعد موته، نصح لهم في حياته ونصح لهم بعد مماته، أحبه الله على ذلك رغم أنهم لم يكونوا أهلا للنصيحة. كما أن الله مدح إبراهيم على نصحه نصحه لقومه ورغبته، وحتى نصحه لقوم لوط عندما كان يجادل عنهم، قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادل لأجل أن لا يعذبوا، قال: إن فيها لوطا لعله أن يرفع عنهم العذاب. قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فمدحه الله عز وجل الذي نبع منه هذا الإشفاق على قوم لوط والرغبة في تأخير العذاب عنهم، وترتب على ذلك المجادلة فيهم حتى يرفع عنه العذاب، أنه حليم أواه منيب. فالله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك، مع أن قوم لوط مجرمون، قوم لوط يستحقون هذا العذاب الذي نزل بهم، والله إنهم لمن أبغض خلق الله إليه لإجرامهم وفسادهم. وما كلما مررت بالقصة أشعر بغيظ فظيع من هؤلاء القوم، وأتعجب من أن إبراهيم عليه السلام كان يريد تأخير العذاب عنهم، لأن الله يحب من ينصح لعباده ويشفق عليهم سبحانه وبحمده. هو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وهو سبحانه وتعالى الحليم العليم، له الحمد سبحانه وبحمده. لذلك نقول واجبات هذه المرحلة كما ذكرنا في هذه الآية الكريمة: نصدق مع الله عز وجل في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. والنصيحة إلى إخوتي أولا داخل البيت السلفي، أقول داخل الدعوة السلفية، عندنا منازعات كثيرة نخشى أن تؤدي إلى فشلنا. أعرف في كل مجالات العمل الإسلامي السلفي كم من المشاكل والمنازعات. نريد صفحة جديدة فعلا، نريد أن نبدأ بقلوب صافية. البيت السلفي الأوسع، السلفيون قد وقع بينهم تنازع كبير خلال هذه المحنة، نشترك لا نشترك، كيف الحكم الشرعي في ذلك، واجب مباح مستحب، دعوا الأمر قد
قضي في هذه المسألة، وكما كان موقفنا مسجلا في هذه الأمور، واخترنا ما اخترنا فيه بناء على ما نراه، وقلنا أن هذا الأمر صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وتقدير الأمور في المصالح والمفاسد دائما ما يكون محل اجتهاد ينبغي أن يسعنا. لذلك نقول لابد أن نترك التنازع، ندافع عن هوية مصر الإسلامية، وعن تأصيل أن التشريع فيها هو للشريعة الإسلامية، لا نسمح بتغيير في ذلك، ونريد أن نصفي قلوبنا مما كان قد عرض فيها. النزاع سبب للفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. استحضار معية الله سبحانه وتعالى بالصبر على طاعته وعن معصيته وعلى البلاء الذي يصيبنا، والحذر من أمراض القلوب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا كبرا ازدراء للناس احتقارا لهم، لا ينفع عند الله عز وجل من كان متكبرا، من كان مختالا فخورا، من كان محتقرا للخلق. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ومثقال ذرة منه تمنع من دخول الجنة، نعوذ بالله من الكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. والرياء، الجاه، المنزلة، السمعة عند الناس، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. نسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، لا يجعل لأحد فيها شيئا. هذا الحدث المفاجئ فضيلة الشيخ، هل سيدفع الدعوة إلى مراجعة مواقفها السابقة؟ كما ذكرت لك كثير، طبعا هناك مواقف هي نابعة من أصول الاعتقاد من الكتاب والسنة، وأصول العبادات والأخلاق الثابتة التي لا يمكن أن تتغير. ما كان من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف مبنية على ذلك لا يمكن أن تتغير. الأمور التي تبنى على المصلحة والمفسدة، طريقة الدعوة إلى الله عز وجل، المشاركة في الحياة السياسية التي أدعو الله عز وجل ألا نضطر للاشتراك فيها، وأن نظل على ما نتقنه ونحسنه، أظن ذلك، ونسأل الله أن يغفر لنا، أننا نريد أن نهتم ونزداد اهتماما ونوجه العمل الدعوي التربوي العلمي لإصلاح الأمة. والجهود المطلوبة لإصلاح الأمة أكبر من أن تحيط بها طائفة إسلامية أو جماعة إسلامية، بل لا أدري كيف يعني يتم هذا الإصلاح إلا بما رأينا من تقريب الله عز وجل للقلوب، قدرته سبحانه وتعالى على هداية من شاء وإدخال الناس في دين الله أفواجا، تقلب قلوبهم مرة واحدة على محبة الحق واتباعه، بعد أن بقوا ربما سنين وعقودا بعيدين عن الالتزام. الله يفعل ما يشاء، لكن أقول الأمر يحتاج إلى تضافر جهود. أقول هذه الأمور المصلحية المبنية على المصالح والمفاسد والموازين ما زال الأمر فيه كما ذكرنا، سيارة تسير في شبورة، بعد قليل تسطع الشمس تزول الشبورة، السائق الذي يريد أن يصل بسلام بالتأكيد سوف يسير ببطء على حسب مدى الرؤية. أنت ترى كيف تتسارع الأحداث، الأمس غير اليوم، صباح اليوم غير مساء اليوم، في اليوم الواحد مرات، خطاب اليوم غير خطاب الأمس. فكلما كانت الشبورة شديدة كلما كان التريث والسير ببطء أفضل من الاندفاع
بزعم أني أعرف الطريق. ربما وأنت معك أرواح أيها السائق، معك أرواح تخاف عليهم، إذا سرت باندفاع ربما أضعت هذه الأرواح أو الأموال والممتلكات. لذلك نقول نتريث ونصبر، ولو قيل لنا ستظلون أذنابا، أن نكون أذنابا في الحق أحب إلينا من أن نكون رؤوسا في الباطل. أرهقت الشيخ ياسر رامي، لكن هل من كلمة توجهها للشعب المصري الفرح الآن الجذلان؟ لا أستطيع أن أمنع فرحته، الشعور بزوال الظلم لا شك شعور لا يمكن أن يقاوم، ولكن أقول لابد أن يعني نعي جميعا أن علينا مسؤوليات ضخمة، لا يمكن أن نعان عليها إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا قوة إلا بالله ولا حول إلا به عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. نلجأ إلى الله، ندعو الله، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأوضاع لا ندري كيف تسير، نحن في خطر، خطر كبير، والأيام القادمة قد تكون أصعب. ويعني أنا أدعو الجميع إلى أن يحفظوا حرمة أهلهم، ويحفظوا حرمة بلدهم، ويحفظوا قلب العالم الإسلامي النابض. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا، يعني ونأسف لي يعني إرهاق وتعب فضيلتكم، أسأل الله تبارك أن يبارك فيكم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.